خطأ مطبعي فهنا خطأ مطبعي خصوص الصحة
لان جرت الاعباء ان نحن ما كنفيرسيوش لرئيس المجلس البلدي الاقليمي، وانما احنا عندنا قابض لو تريزوري هو اللي كياخذ هاد مثل هاد الامور، اضافه الى انه هناك بعض الاخطاء في الحقيقه بعض الامور اللي هي ممكن بحال دابا يجب على الشخص ولا بد ديك البند الخامس الفقره الاولى الف يجب على الشخص لا بد من تحديد الذاتي او الاعتبار، انتم ذكرتم يجب على الشخص فلا بد من ذكر هذه الامور. هذه هي الملاحظات ديالي، اضافه الى ان بحال قلت امتنعت على النقطه الاولى، ففعلا ان المغرب لا يرقى الى المنطقه اللي هي معروضه للبيع او معروضه للتفويت، لا بالنسبه لديك المدرسه ديال خالد بن الوليد لان هي فيها وليداتنا وقلتها وراحتها، فقلت ان المبلغ لا يبقى الى يعني الى ما يفكر فيه المجلس الاقليمي من استثمار لهذا المبلغ، رغم ان هي مدرسه وقع فيها وليداتنا، ولكن مادام هي لا تاخذها يعني الدوله فلا بد من اعطائها واحد القيمه التي تليق ببرنامج المجلس الاقليمي الطامح. وشكرا جزيلا. الطريق ديال المهديات اللي كان فيها الغولف واحد الوقت كان النص ديالها شريته الضحى ودار الجزيئه تماك، وبقى داك 27 هكتار بقى في الملكيه ديال المجلس الاقليمي. المجلس الاقليمي الموارد ديالو ضعيفه جدا، المدخول ديالو محدود، وعندو واحد البرنامج ديال العمل كيخصو يمول داك البرنامج ديال العمل. اذا ما كان عندنا الا انه نشوفو كيفاش غادي نلقاو مصادر اخرى ديال التمويل، وكنلقاو عندنا هاد الامكانيه ديال بيع هاد الارض باش يمكننا نمولو البرنامج ديال العمل ديال المجلس الاقليمي. هاد العمليه هادي خلال المجلس السابق كان دار واحد الفتره ديال التحملات، وكانت لونسات واحد ثلاثه ديال المرات، ولكن داك الفتره ديال التحملات نظرا لانه كان متشدد ما شارك حتى شي واحد، لذلك في هاد المره هادي دخلت واحد المجموعه ديال التعديلات على هاد الفتره ديال التحملات هي اللي كانت تم التداول ديالها في اللجنه، وبالتالي الان التقرير ديال اللجنه تقرا في الاول، التقرير ديال اللجنه تقرا في الاول وتبان فيه جميع الملاحظات ديال الساده الاعضاء داخل اللجنه، وبقى الان باش نصادقوا على اما على الفتره التحملات كيف جا او لا غنشوفوا داك التعديلات اللي تم اقتراحها داخل اللجنه ونصادقوا على حاجه بحاجه باش ندوزوا المصادقه في النهايه على الدفتر ديال الشروط والتحملات. شكرا.